أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تفاعل المغردون اليوم في تويتر مع هاشتاج بعنوان قبول الحالات الطارئة دون استثناء بأي مستشفى، على خلفية قرار من وزير الصحة بفرض العقوبات على المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ترفض الحالات الطارئة. أورد المغردون في هذا الوسم آرائهم حول هذا القرار لما له من أهمية، متسائلين عن طريقة الإبلاغ عن المستشفيات التي ترفض تلك الحالات الطارئة. ومع أول التغريدات حيث ذكر أحدهم أن مفهوم الحالات الطارئة هي حالة خطيرة وعلى عجلة، فيجب قبولها مهما كانت الظروف، ويأتي هنا دور قسم الطوارئ في المستشفيات. وغرد آخر أن أغلب المستشفيات الخاصة للأسف لا تقوم بتطبيق هذا القرار. فيما غرد عيسى متسائلا، ما هي معايير الحالات الطارئة ومن يحدد أن هذه الحالة تصنف ضمن الحالات الطارئة أو لا؟ ومن جانبه غرد المحامي عبد المجيد الرشيد أن هذا القرار قديم ولكن أعيد إصداره ويثبت إمكانية تنفيذه عندما نجد وسيلة سريعة للإبلاغ عن تلك المستشفيات التي ترفض الحالات الطارئة. كما غرد عبد الله أن هذا القرار رائع، ولكن الأهم من استقبال الحالة الطارئة هو كيفية التعامل معها والعناية التي تجدها هذه الحالات. فيما غردت إحدى المغردين كيف أثبت أن المستشفى رفضت الحالة الطارئة لفرض العقوبة عليها. ختاما غردت هديل أن أي حالة طارئة تدخل أي مستشفى خاص مباشرة يصبح علاجها على حساب الدولة. ننوه أن هذا القرار يأتي بعد تأكيد وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع على كافة المستشفيات الحكومية استقبال الحالات الطارئة، سواء نقلت بسيارات الهلال الأحمر أو بغيرها، متوعدا أقصى العقوبة على أي مستشفى حكومي أو خاص يرفض استقبال الحالات الطارئة سواء نقلت بالهلال الأحمر أو بسيارات أخرى دون استثناء، وتقديم العلاج اللازم لها. تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.